لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى فائدة، هو بعد أن ذكر الكلام على الحديث المتواتر وبين أنه يفيد اليقين أو العلم اليقين الضروري الذي يضطر الإنسان إلى تصديقه وإلى معرفته ويجزم به، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على قضية أخرى، وهي قضية وجود المتواتر من عدمه. بعض العلماء كالإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول إن المتواتر عزيز. يعني إيه عزيز؟ يعني نادر، نادر الوجود، لا يوجد بكثرة. وادعى البعض الآخر أن المتواتر غير موجود أصلا، يعني ليس بعزيز كمان، لا ده غير موجود على الإطلاق. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رد على القول الذي قال بأن العزة للمتواتر موجودة، يعني أنه عزيز، قال وما ادعاه من العزة ممنوع. يعني إيه ممنوع؟ يعني هذا غير صحيح، وهذا كلام غير واقعي. فلما بحثنا في الروايات والمرويات والطرق والأسانيد وجدنا بالفعل أن هناك عددا من الأحاديث التي توافر فيها شرط التواتر، فحكمنا عليها بأنها متواترة. وبحثنا في هذا فوجد حصل لدينا عدد ليس بالقليل، جمع منهم الإمام السيوطي والإمام محمد بن جعفر الكتاني كتاب نظم المتناثر في الحديث المتواتر، وجمع منهم أيضا وجمع الإمام العلامة السيوطي الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، والشيخ عبد الله بن الصديق الغماري له كتاب أيضا في هذا الباب. فنقرأ كلام الحافظ كده ثم ننظر ماذا يكون في هذا الكلام. يقول: ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم، يعني على الشروط اللي احنا شرطناها، إن هو أن يرويه العدد، أن يرويه العدد الكثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون ذلك في كل طبقة من طبقات السند، ثم بعد ذلك يكون منتهاه من الحس، ويضاف إلى ذلك أن يحصل في النفس وجود العلم. قال على الشروط دي الأمر ده بقى عزيز، لا يعني لا يكاد يوجد بكثرة، لا يكاد يوجد بكثرة. أما مسألة أن الحديث المتواتر معدوم أصلا، فهذا القول أقل من أن يرد عليه. إذا كان هو نفى الكلام على مسألة نفى الكلام على مسألة أن المتواتر عزيز الوجود، يبقى إذن الكلام على أنه مش موجود أصلا ماله؟ كلام تافه جدا لا يرد عليه أصلا، إذا كنت رديت على اللي قال أنه عزيز، فما بالك بقى الذي منع وجوده من الأصل. واضح يا جماعة الخير؟ طيب، وما ادعاه من العزة، ده مين كلام مين بقى؟ الحافظ ابن حجر بيقول وما ادعاه، بيقول لك ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه. يعني ممكن ابن الصلاح عشان قال إنه عزيز ما منعوش خالص، ذكر مثال، قال إن ممكن ندعي هذا في حديث من كذب عليه متعمدا، ده حديث روي من أكثر من 70 طريقا، فيمكن أن يحكم عليها أو على هذه الطرق بأنها متواترة، وأن الحديث وصل في النهاية إلى درجة التواتر. واضح؟ طيب، الحافظ ابن حجر سيرد على هذا الكلام، قال وما ادعاه من العزة ممنوع، يعني كلامه على أن الحديث المتواترة ممنوع هذا كلام مردود عليه. وكذا ما ادعاه غيره من العدم، البعض الآخر ادعى أن هذا يعني معدوم أصلا، مش موجود، يعني مش عزيز، ده غير موجود. فابن حجر بيرد أيضا عليه بعد أن رد على كلام الحافظ الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال. طب سبب الحكم الجزافي أو الحكم غير الصائب من هذين الإمام، من الإمام ابن الصلاح ومن نحى نحوه وقال بأنه ممنوع أو غير موجود أصلا معدوم، قلة كثرة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منه أو يحصل منهم اتفاقا. عايز يقول إن ابن الصلاح الذي قال بأن وجوده عزيز
والعلماء الآخرين الذين قالوا بأنه معدوم وغير موجود، لو أنهم اطلعوا على الطرق والروايات المتعددة للحديث الواحد وتتبعوا هذا في بطون الكتب والمرويات لوجدوا شيئا كثيرا، ولما قالوا هذا الكلام ولما ظنوا أن هذا لا يمكن تحققه حتى ولو كان شرطا فيه أن يكون أن لا يتواطأ رواته على الكذب، وأن يكون وأول لا يحصل منهم ذلك اتفاقا، يعني على سبيل الإيه؟ التوارد. احنا قلنا اتفاقا يعني ايه يا جماعه؟ على سبيل التوارد. فاهمينها ولا مش فاهمينها دي؟ احنا قلنا ان الكذب اما يكون نوعين، كذب بالاتفاق يعني مجموعه من بعض يتفقوا على يتواطؤوا. يتواطؤوا يعني ايه؟ يعني يحصل ما بينهم اتفاق مسبق على انهم سيكذبون هذا الكذب الحديث ده. خلاص يبقى احنا شربنا في المتواتر أن يستحيل في العادة العقلية والعرفية أن هؤلاء قد تواطؤوا. اثنين، من القضية الثانية أن الرواة قد يتواردون على الكذب. يعني مثلا واحد يقول كلمة هكذا من عند نفسه، ويقول هذا أيضا نفس هذه الكلمة من غير أن يتفقا، والثالث يقولها أيضا من غير أن يتفق معهم، والرابع يقولها من غير أن يتفق مع الجميع حتى تصير متواترة بين الناس. هل هذا يعقل؟ لا يعقل أبدا. يبقى إذن المتواتر لا يمكن أن يحصل بما اتفق الرواة على الكذب عليه ولا بما ورد اتفاقا بين الناس. تستحيل العادة العقلية أن يحدث هذا، فإذا جوز العقل حدوث هذا فقد الحديث المتواتر شرطا من شروط الايه؟ التواتر. واضح يا جماعه؟ طيب مفهوم الكلام كده ولا صير صعوبه؟ عرفتوا يعني كلمه اتفاقا يعني ايه؟ يعني تواردا، ده يتوارد، ده يقول كلمه والثاني يقول كلمه والثالث يقول كلمه، كل واحد يقول كلمه وكلهم يقولوا كلمه هي كلمه واحده فقط، فكانهم تواردوا عليها. فلا يقول لك ايه؟ يحصل منهم اتفاقا يعني كده عفويا كده مع بعض. ومن احسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثره في الاحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. يريد أن يستدل على كثرة وجود الحديث المتواتر فيقول: الدليل على أن الحديث المتواتر موجود بكثرة هو أننا إذا تصفحنا الكتب المشهورة والمصنفة في الحديث الشريف مثل البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابي داود وموطأ مالك ومسند الدارمي وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والمعاجم الطبرين الثلاثة ومسند البزار، كل هذه الكتب إذا حاولنا أن نبحث فيها فإننا سنجد ربما حديثا قد أخرجه مثلا الستة اللي هو البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أو أخرجه سبعة أو التسعة أو عشرة من العلماء فيما بينهم كل واحد بإسناد مختلفا عن الآخر. فهذا يحصل به إيه؟ القطع واليقين في النفس أن هذا الحديث متواتر ومقطوع بصحته وأنه وارد لا شك في ذلك، والنفس لا تستطيع أن تدفع عنها صدق هذا الخبر، ولا أن هذا الخبر يعني مقطوع به مجزوم به. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب. والثاني وهو أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. ما معنى هذا الكلام؟ هنتكلم دلوقتي لسه شو. المصنف الآن بدأ الكلام على قضية أخرى وهي قضية تقسيم الحديث الآحاد، يعني هو احنا قسمنا الحديث باعتبار طرق الوصول إلينا، كيف وصل إلينا الحديث؟ إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا. بدأ يتكلم الآن على من؟ على الآحاد. هيقول الآحاد، سيتكلم على الآحاد ويقول أن لها أقسام متعددة، لها ثلاث. أول أقسامها
كلمة وهو أول أقسام الآحاد ما يتكلم عن المشهور به، فكأنه قال والثاني هو المشهور وهو أول أقسام الآحاد، كأنه قال ذلك، هو يريد أن يتكلم على أول قسم من أقسام الآحاد، وبدأ بالقسم الأكبر أو الأقوى، لأن عندي المشهور ما رواه ثلاثة، العزيز ما رواه اثنين عن اثنين عن اثنين، الغريب ما رواه فرد واحد، فهو سيتكلم الآن على أكثر هذا القسم قوة وأفضله من حيث القوة والورود أو من حيث وجوده بين في وسط الروايات وبين الناس، اللي هو الحديث الايه المشهور. واضح ولا مش واضح؟ طيب، فقال ايه بقى؟ ما له طرق محصورة. يبقى إذن المشهور أول سمة فيه أن له طرق متعددة، أن له طرق ايه يا جماعة؟ متعددة بأكثر من اثنين، يعني من كام؟ تبدأ من ثلاثة، أكثر من اثنين يعني كام؟ تساوي كام؟ تساوي ثلاثة فأكثر، وهو المشهور عند المحدثين. البعض يفهم أن المشهور هو الذي رواه ثلاثة فقط، هذا خطأ. المشهور يبدأ من ثلاثة وربما يزيد عن الثلاثة إلى العشرة أو العشرين. تقول كيف ذلك وهو المتواتر يبدأ من أربعة أو عشرة؟ أقول ولكن لم تتوافر فيه بقية شروط المتواتر فصار الحديث مشهورا. ثاني هذا الكلام نعيده مرة أخرى. المشهور لا يقل عن ثلاثة، رواته لا يقلون عن ثلاثة أشخاص يروون الحديث، يعني الشيخ عماد ومعه الشيخ والشيخ ثلاثة، هم في الطبقة الثانية ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، الطبقة التي بعدها ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، فماشي خطه ثلاثات كده على طول، ثلاثة كده مع ثلاثة كده مع ثلاثة كده، يعني كل طبقة فيها ثلاثة رواة، كل طبقة فيها ثلاثة رواة، الطبقة التي بعدها ثلاثة رواة، الطبقة التي بعدها ثلاثة رواة، ربما تزيد إحدى الطبقات شيئا ما، تزيد راوي أو اثنين أو أربعة أو خمسة. طالما أن هذا الحديث لم يصل إلى درجة التواتر يكون مشهورا. وإحنا المرة اللي فاتت شرحنا وقلنا إن الحديث إذا ورد بطرق غير محصورة، ورد بطرق غير محصورة، الطرق غير المحصورة دي على نوعين، الطرق غير المحصورة دي على نوعين، غير محصورة اللي هي كسرة شديدة جدا سميناها المتواتر اللي هو اجتمعت فيه الشروط، وفي واحد تاني كثرة ولكن لم تكتمل فيه شروط المتواتر، وده اللي بنسميه ايه يا جماعة؟ المشهور. واضح يا مشايخ؟ يبقى إذن الكثرة الكثيرة بلا حصر إياك أن تتوهم أنها نوعا واحدا وهو المتواتر، لا، الكثرة أو كثرة الرواة بلا حصر قد تكون أو قد يحكم على الحديث بأنه متواتر وقد يحكم عليه بأنه مشهور. الله يفتح عليك. طيب، يقول ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، أكثر من سنة كان يبدأ من ثلاثة، وهو المشهور عند المحدثين. يبقى ده إذن يتكلم عن مصطلح المشهور عند المحدثين لا عند الفقهاء والأصوليين، فعند الفقهاء والأصوليين له مصطلح خاص في هذه القضية. طيب، سمي بذلك الوضوح، يعني لماذا سمينا المشهور مشهورا؟ لأنه واضح وظاهر أمام الناس. العلماء قالوا حاجة يا جماعة، المشهور قسمين، مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. ايه المشهور الاصطلاحي وايه المشهور غير الاصطلاحي؟ المشهور الاصطلاحي يا جماعة الخير هو ما رواه ثلاثة فأكثر، وهذا النوع لم يؤلف فيه أحد من العلماء كتابا مخصوصا أو خصص كتابا سماه الحديث المشهور اللي هو الاصطلاحي، أو جمع كل الأحاديث التي استوفت شروط الحديث المشهور الاصطلاحي في كتاب، هذا لا يوجد بين أيدينا الآن فيما هو مطبوع أو ما نعرفه من الكتب المكتوبة، الآن لا يوجد كتاب ألف في الحديث المشهور الاصطلاحي جمع كل الأحاديث التي حكم العلماء عليها بأنها مشهورة أو أنها أحاديث مشهورة على نفس الطريقة، ثلاثة رواة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة أو تزيد في بعض الطبقات.
أما الذي ألفه العلماء وصنف فيه العلماء هو المشهور غير الاصطلاح. فمثلا الإمام السخاوي رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. المقاصد الإيه؟ الحسنة في الأحاديث المشتهرة على إيه؟ على الألسنة. لمين؟ للإمام السخاوي رحمه الله تعالى. كذلك أيضا قبله ألف الإمام الزركشي قبل الإمام السخاوي وقبل الحافظ بن حجر كمان، الإمام الزركشي ألف كتابا سماه الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. الدرر الإيه؟ المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. وأيضا ألف بعد الحافظ السخاوي بقى، بعد الحافظ السخاوي ألف الإمام العجدوني كتابا سماه كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس. اسمه ايه يا جماعة؟ كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس. ده اسمه؟ ها؟ لمن؟ مين؟ مين المؤلف؟ الإمام العجدوني عليه رحمة الله تعالى. واضح هذا الكلام ولا في صعوبة؟ طيب هو الإمام ايه؟ العجلوني. يبقى إذن يا جماعة الخير المشهور غير الاصطلاحي هذا ألف فيه كثير من العلماء كتب كثيرة في المشهور غير الاصطلاحي، وأنا عندي في مكتبتي تقريبا 5 كتب في هذا الباب. واضح يا جماعة؟ 5 كتب في المشهور غير الاصطلاحي، ده في مكتبتي الخاصة. وهناك كتب كثيرة ليست عندي لا أتملكها، ولكن هي موجودة ومطبوعة، وفي منها موجود على الإنترنت بي دي إف، يعني بصيغة البي دي إف. واضح يا جماعة الخير؟ طيب يقول سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا، وهو المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء. بعض الفقهاء يسمي الحديث المشهور الحديث المستفيض، الحديث الايه؟ المستفيض، لا يطلق عليه اسم المشهور، بل المحدثون هم الذين يستخدمون هذا المصطلح، يستخدمون هذا الايه؟ المصطلح. سمي بذلك لانتشاره ايضا من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، في ناس قالت لا هناك تغاير، يعني ابن حجر قال في رأي بعض العلماء ان المشهور هو المستفيض، يعني يطلق اسم المشهور على المستفيض والمستفيض على المشهور. البعض الفقهاء اطلق لفظ المستفيض على المشهور وهجر اسم الايه؟ المشهور. البعض الاخر لا، قال هناك تغير بينهم. فالمستفيض ابتداء الاسناد وانتهائه سواء. يعني كيف ذلك؟ يعني اسناد المشهور يا جماعة الخير يبدأ بسلاسة في كل طبقة، 3 عن 3 عن 3 عن 3 زي بعض. اما المشهور قد يبدأ بسلاسة وقد يتوسطه 4 وقد ينتهي ب5 مثلا، هو لا يقل عن 3 بس قد يزيد في بعض الطبقات. فالبعض قد حاول أن يذكر فرقا بين المشهور وبين المستفيض، فقال بأن المستفيض هو الذي تساوى رواته في كل طبقة، تساوى رواته في كل طبقة، أما المشهور فهو الذي رواته لا يقلون ولا ينزلون عن 3 ولكن قد يزيدون في بعض الايه؟ الطبقات بعضها عن بعض. طيب على الواقع العملي، نعم. لا المحدثين. ولكن الواقع العملي يا مشايخ، الواقع العملي بيقول ايه؟ الواقع العملي بيقول انه لا فرق بين المشهور والمستفيض، وان استعمال المحدثين لللفظين او للمصطلحين واحد وسواء. دايما احنا بنكتب قواعد، القواعد بتبقى اغلبيه، ناتي الى التطبيق فنجد ان التطبيق شيء اخر، زاد اشياء ربما تنقض القاعده، تنقض القاعده وربما تخصصها وربما تقيدها، وربما اذا كانت القاعده مقيده اطلقتها. فمثلا هذه الاراء في الواقع العملي، بعض العلماء يقول وهذا حديث مستفيض مشهور أو مشهور مستفيض، وجدنا هذا في نصوص بعض العلماء. إذن ما المعنى؟ ما المعنى أنهما سواء، صح كده ولا لا؟ هذا من حيث إيه؟
من حيث التطبيق العملي. احنا لما نيجي نطبق عملي في المصطلح غير ما نقعد نتكلم في قواعد المصطلح مجردة عن التطبيق العملي. الشيخ عماد المرة الجاية هيجيب لي بقى مثالين لإطلاق العلماء على الحديث المشهور بأنه مشهور ومستفيد. يعني الواجب بتاعك يا شيخ عماد فرق بس في العدد بس؟ ما خلاص احنا قلنا لا يقين عن ثلاثة، يبقى الاثنين زي بعض. ومنهم من غير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. يعني الكلام في الاختلاف على الاختلاف ما بين والتفرقة ما بين المشهور والمستفيض، الكلام فيها يعني ليس من أصول مبحث هذا الفن ولا يفيد فائدة كبيرة يترتب عليها قبول أو إيه أو رد في هذا العلم. التكليف ثاني ولا بس؟ نعم هنكلفكم كل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد تكليف كده على حاله حسب نصيبه. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة. يريد أن يقول هو يقول إن هناك مشهور اصطلاحي على ما حرر هنا ثلاثة فأكثر، ده يعني كده يعني بين قوسين كده تكتبوا المشهور الاصطلاحي على ما حرر هنا، يقصد ابن حجر بهذه الكلمة المشهور الاصطلاحي، وعلى ما اشتهر على الألسنة اللي احنا قلنا عليه أن هناك أحاديث اشتهرت على الألسنة زي كتاب اللي جمعها الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة وكتاب الإمام العجدوني في كشف الخفا ومزيل الإلباس، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. كلمة مهمة جدا وكلام خطير جدا. المشهور غير الاصطلاح، المشهور غير الاصطلاح. إياك أن تفهم من أنه مشهور غير اصطلاحي يعني لابد أن يكون ثلاثة فأكثر، لا. المشهور غير اصطلاحي لا علاقة له بتعدد الطرق، بل ربما يكون له طريق واحد يكون غريبا ولكنه اشتهر على ألسنة الناس، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. أو ده حديث غريب، غريب فرد مطلق كمان، أو غريب مطلق فرد، حديث فرد ولكنه مع ذلك من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. حتى الناس تقول إيه يا أخي الأعمال بالنيات، صح كده؟ اشتهر على ألسنة الناس. وممكن يكون عزيز يعني ليه راويان، له راويان عن راويين عن راويين، وده اسمه برضو عزيز اهو اصطلاحا ولكنه اشتهر على ألسنة الناس. وممكن يكون مشهور ثلاثة فأكثر واشتهر على ألسنة الناس، وممكن يكون أصلا حديث مكذوب واشتهر على ألسنة الناس. يعني مثلا لو قلنا المعدة بيت الداء عند جهينة الخبر اليقين، الدين المعاملة، الدين المعاملة مش حديث، هي قاعدة، قاعدة شرعية. لو اشتهرت على سنة الناس بأنها حديث هتبقى مكذوبة يعني، بس يعني لها شواهد بس بالمصطلح كده. يعني القضية نتكلم على أشياء ربما لا يكون لها لمعناها أصلا وجود في السنة. يعني المعدة بيت الداء هذه حكمة من حكم الأطباء وليست من أحاديث الإيه الأنبياء، واضح يا جماعة؟ طيب يقول هنا ايه، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا اللي هو ايه المشهور غير الاصطلاحي، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، يعني ملوش أصلا إسناد ويسموه مشهور، يسموه مشهور بس اسمه مشهور ايه غير اصطلاحي يا مولانا، مشهور غير اصطلاحي، واضح كده؟ ثاني عم حد؟ طيب تمام تمام في تقسيمه ثانيه للعلماء، قالوا هو فرقوا ما بينهم تمام تمام تمام. والثالث العزيز، الثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، أقل خلي بالكم ده كلام مهم جدا، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. يعني إن قل عن اثنين، طيب لو اثنين عن اثنين في طبقة وفي طبقة ثالثة يعني فيها ثلاثة نأخذ بالإيه بالأقل، وقلنا أن الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، يعني العبرة عندي بأقل الطبقات، وقاعدة أن الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر لها عدة تطبيقات.
لها تطبيق عندنا في مبحث المتواتر ومبحث العزيز والغريب، ولها عندي تطبيق آخر في مسألة التصحيح والتضعيف. يعني لو عندي إسناد كله ثقات وفيه واحد فقط هو الذي قد ضعفه العلماء، لماذا أحكم على الحديث بأنه ضعيف؟ لماذا؟ لأنه يعني أنا بحكم بأقل درجة راوي في الإسناد، فأقل واحد فيهم واحد ضعيف يبقى الحديث كله ضعيف. واضح يا جماعة؟ وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. يعني إما أنه عز يعز يعني ندر، وإما عز يعز عز يعز، وإما عز يعز عز يعز يعني نادر، شيء نادر من العزة يعني الندرة، يقول لك دي عملة عزيزة أو نادرة، صح كده؟ وعز يعز يعني تقوى بغيره، فعززنا بثالث لما جاءهم واحد ثالث رسول ثالث قوي الأمر واشتد. واضح يا جماعة؟ واشتدت الدعوة. العلماء بيقولوا حاجة، هل هناك أحاديث حكم العلماء عليها بأنها عزيزة؟ يعني قالوا هذا حديث عزيز، ونبحث في الحديث فنلاقي إن فيه اثنين عن اثنين عن اثنين. الكلام ده لم نقف على هذا من أمثلة إلا مثال أو اثنين ذكرهم العلماء في مبحث العزيز ده. أما حد ألف كتاب في الأحاديث العزيزة وقال مثلا الحديث العزيز مثلا وأمثلته وذكر كل الأمثلة، ما وجدناش برضو حد ذكر ده إلا الشيخ إبراهيم ولا خاطر ذكر في كتاب له وجمع بعض الأحاديث. طيب هل مثلا وجدنا يا شيخ العماد إن إحنا دورنا وبحثنا في كتب الحديث فوجدنا الأئمة مثلا في الترمذي في النسائي في الماجة يأتي بعد حديث له طريقان ويقول هذا حديث عزيز؟ هذا لم يحصل. لما بحثنا وجدنا الإمام ابن عدي في الكامل يتكلم على حديث ثم قال وهذا حديث عزيز من حديث فلان، فهو يتكلم أن الحديث نادر بمعنى العزة المشهورة اللي هي العزة إيه؟ ندرة الحديث أو العزة اللغوية وليست العزة الاصطلاحية التي هي اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين. يبقى إذن ساعات بعض المصطلحات عشان تعرفوا بس معلومة مهمة، بعض المصطلحات تأتي ربما لمثال واحد، هتفرقوا مصطلح ومعلومة كبيرة جدا تأتي لكي تتضمن مثالا واحدا أو مثالين أو ثلاثة، وربما تبحث عن أمثلة أخرى فلا تستطيع. ولكن هل هذا الأمر عسر أن أجد مثالا للحديث العزيز؟ لا، يعني هذا الباب مفتوح أمام الباحثين. يبقى أنتم مكلفين بقى المرة اللي جاية تبحثوا عن بعض الأحاديث التي يمكن أن نحكم عليها بأنها عزيزة. كده أظن التكليف كده صدر للجميع، ماشي؟ شيخ عماد هيبحث عن حاجة وأنتم تبحثوا عن حاجة تانية. هنقول العزيزة من حيث الطرق ولا من حيث الاثنين؟ تجيبوا لي الاثنين يلا، طالما أنتم فتحتوا عملنا زي بني إسرائيل. تجيبوا لي أحاديث حكم العلماء بأنه عزيز من حيث ندرته، وجيبوا لي أحاديث يمكن أن تكون يعني إسنادها لها طريقين. فلو إحنا حكمنا نقول والله هذا حديث عزيز على الاصطلاح، تدوروا بقى كده على الحديث والعلماء خرجوا له طريق تاني له طريق آخر وتقول الحديث ده عزيز لأن الطريق ده غير الطريق ده، فالحديث كده إن شاء الله عزيز. واضح يا جماعة؟ عايزين شوية أمثلة من الكلام، ماشي؟ تستعينوا بكتاب العزيز للدكتور إبراهيم ملا خاطر، وأنت تستعين يا شيخ عماد بكتاب المشهور للشيخ إبراهيم ملا خاطر برضه عشان يفيدك شوية في المسألة. كتابين مطبوعين كده ممكن تلاقوا على النت. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري
بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام طويل ومهم جدا. بعض العلماء قال أن وجود راويان في كل طبقة من طبقات السند شرط لكي أحكم على الحديث بأنه صحيح. يعني إذا دول عندهم الحديث الفرد أو الغريب غير صحيح، الحديث اللي هو رواه شخص عن شخص عن شخص عن شخص ده مردود عندهم، وأن شرط الحديث لكي يصح لابد أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين. ده بعض المعتزل، مش كل الايه المعتزل. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله، الإمام الحاكم أبو عبد الله كلامه قريب من الكلام ده. كيف ذلك؟ الحاكم قال إن الحديث عشان يبقى صحيح لازم يرويه صحابي زائل عنه اسم الجهالة، يعني لازم يكون الصحابي ده معروف مذكور اسمه، واضح؟ أو بوصفه إنه صحابي، واضح يا جماعة؟ اسم الجهالة ربما يفهم منها البعض الاسم الشخصي للشخص، يعني لو قالوا صحابي من صحابة رسول الله ما هو ده برضو مذكور، ولكن باسمه بوصفه، مذكور بالإيه؟ بالوصف. حيث قال الصحابي أن الصحيح أن يرويه الصحابي الزائر عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، يبقى لازم الصحابي ليه اثنين، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا هذا. يبقى تداوله يعني إيه؟ يعني يكون في كل طبقة برضو اثنين على الأقل إلى وقتنا هذا، فيصير كالشهادة على الشهادة، كأن الواحد يشهد عليه واحد تاني أنه سمع من فلان، والتانيين واحد يشهد على واحد أنه سمعه من فلان، والبعد يوم واحد كأنه يشهد مع واحد أنه سمع من فلان. ولكن الكلام ده ليس صحيحا، ليس صحيحا. ابن العربي له رأي تاني، قال: لا يا جماعة القضية مش كده، القضية يا أهل الخير إن الحديث العزيز ده شرط في صحيح البخاري بس، فقط شرط لصحة الحديث عند الإمام البخاري. فرد عليه العلماء، قالوا له: يكفي في الرد عليك حديثان. الحديث الأول أول حديث البخاري اللي هو رواه الإمام البخاري عن أبو عبد الله الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. واضح؟ ده إسناد، لما ندور سنجد أنه لم يرويه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سيدنا عمر، ولا عن سيدنا عمر إلا سيدنا علقمة، ولا عن سيدنا علقمة إلا سيدنا محمد إبراهيم التيمي، ولا عن سيدنا محمد إبراهيم إلا سيدنا يحيى. ومن بعد سيدنا يحيى انتشر الحديث واشتهر بين الناس. فكده اهو حصل تفرد اهو. يبقى على الكلام بتاع ابن العربي ده يبقى ازاي البخاري ذكر هذا الحديث؟ يبقى هذا الكلام غير منضبط. ايضا اخر حديث اللي هو: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث ايضا فرد من حديث سيدنا ابي هريره رضي الله عنه. واضح؟ فقالوا: يكفي في الرد عليه هذان الحديثان. فابن العربي اجاب اجابه، قال: والله يا جماعة سيدنا عمر سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، وسمعه معه عدد من الصحابة. طيب سيدنا عمر لما قالوا
سمعه منه عدد من مثلا بعض التابعين على بعض الصحابة كانوا جلسة. واضح كده؟ ده رد مين؟ ابن العرب. العلماء قالوا لا يا ابن العرب مش هينفع الكلام ده. طيب احنا هنسلم لك في ان سيدنا عمر قالوا في خطبة او على محضر من الصحابة وجمع من الصحابة فكان يجلس معك عدد كثير جدا سمعوه منك. فماذا تقول في علقمة ومن بعد علقمة؟ ماذا تقول؟ إذن هذا كلام مردود عليك. كلام بانوا يا جماعة مردود عليك وهو الراجع. إن كلام ابن عربي ليس بصحيح، فالبخاري لم يشترط العزة أو الحديث العزيز ليس شرطا عنده ليكون الحديث صحيحا عنده. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في النخبة وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. كلمة كده تتحفظ زي الايه؟ تتنحت في الذهن. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. قال ابن رشيد ولقد كان يخفي القاضي في بطلان ما ادعاه انه شرط البخاري اول حديث مذكور فيه. تمام كده؟ ابن رشيد هذا البستي الكبير عالم من علماء الحديث قال بأن يكفي في نقد دعوة ابن العربي هو أول حديث في الإمام في صحيح البخاري. أنا بقوله يعني ليس شرطا للصحة عند البخاري أو عند غيره أن يكون الحديث مرويا عن اثنين عن اثنين عن اثنين اللي احنا قعدنا نشرح فيه شوية ده. أيوه دي ملخص اللي فات ده كله. وادعى ابن حبان نقيض دعواه. ابن حبان بقى يعني ايه لا ارى تاني مختلف تماما عن هذا الكلام. فقال ان رواية اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا توجد اصلا. يعني واحد ذهب جهة اليمين والاخر ذهب جهة اليسار. قال اصلا وجود ان اثنين عن اثنين عن اثنين هذه لا توجد اصلا. مش موجودة. شيء معدوم. مش هتلاقيها ابدا لو بحثت مهما بحثت لن تجد هذا الكلام. تعالوا شوف ابن حجر هيرد عليه ايه. قلت ولذلك الكتاب ده من مزايا كتاب نخبه الفكر وشرح النخبه اللي هو نزهة النظر انه يربي في طالب العلم ملكه النقد. لذلك انا احببه في التدريس من اجل هذه النقطه انه يجعلك تفكر كيف كان يرد ابن حجر. لا يقبل كل الكلام، يذكر الراي ثم يرد عليه حتى يصل الى الراي الراجح. وهذا باب جيد من العلم يبدا بعد اول تصور للعلم. بعد تصورك للعلم تبدا تعرف فتبدا تحصل عندك قراءه المساله وتصور المساله. ولكن لابد من الاستاذ مع في الكتاب. ما ينفعش مع نفسك الاستاذ لانه يصور لك المساله الاول يشرح لك المساله ثم بعد ذلك يقرا الكلام فتجد ان الكلام متفق والامور ماشيه تمام. واضح يا جماعه؟ وتستفيد من نقد ابن حجر وغيره للاراء الموجوده. قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن إيه؟ أن يسلم. يعني لو ابن حبان كان يقصد أنه إذا بحثنا في الروايات فلم نجد اثنين عن اثنين عن اثنين بس فقط لا تزيد في طبقة مرة ولا راوي مرة ولا في طبقة اثنين ولا أي حاجة دي ممكن لن نجد مثل هذا. يعني بالمسطره كده مش هنلاقي اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين بس. لو بحثنا هنلاقي في الواقع هنلاقي فيه اثنين وفي واحده فيها ثلاثه وفي واحده فيها اثنين وفي واحده فيها اربعه كده. اما كون ان نلاقيها مسطره كده اثنين على اثنين على اثنين بس دي لا ممكن لا توجد اصلا. انا معاك يا مولانا ابن حبان. شفتوا المناقشه؟ يبقى الاول يبدا بالاشياء اللي ممكن يسلم له فيها. مش يرد عليه مجرد انه يهدم رايه عشان يتعلم الادب في الايه؟ في الرد والحوار. انه اذا امكن حمل كلام المخالف على وجه يصح لا باس ولا بد ان تشدد اليك به فلا تترك. واضح؟ طيب تعال بقى هيخش الحته الثانيه اللي فيها ايه؟ لمس اكتاف بقى زي ما بيقولوا يعني. واضح يا شيخ احمد؟ ايه بقى؟ بيقول ايه بقى تاني؟ قولوا أما صورة العزيز التي حررناها اللي هو اثنين يروي اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين وممكن تزيد في النص واحدة أو كده فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين عن أقل من اثنين مثاله وراح جاب له أمثال.
ايه رايك بقى في الحته دي؟ لازم يجيب له مثال. يبقى اذا حتى تتعلم في الرد الاشياء التي يمكن ان اتفق معك فيها ويمكن ان احمل كلامك عليها ويمكن ان يفهم الكلام فيها، لا ليس بلازم ان تستدل وان تاتي لك امثله. اما الكلام الذي تعارضه فيه وتكر بالرد عليه فيه لابد ان تاتي له بايه؟ بنماذج، حتى يكون الرد قويا وصادقا وناصعا. فقال ايه مثاله؟ ما رواه الشيخان من حديث انس، والبخاري من حديث ابي هريره. خلي بالكم انس وابو هريره، يبقى كده كام؟ اثنين من الصحابه هم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. الحديث. ورواه عن انس قتاده، سيدنا انس روى عنه مين؟ قتاده. وعبد العزيز بن صهيب، يبقى كده كام؟ اثنين عن سيدنا مين؟ انس. ورواه عن قتاده، هيبدا في الاسناد نفسه الواحد اهو، يعني بدا في اول اسناد وهيبدا يجر الشجره بتاعته ويفرع الشجره بتاعته. ورواه عن قتاده شعبه وسعيد. ورواه عن عبد العزيز اسماعيل بن عليا. اسماعيل بن عليا هو اسمه اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم. عليا دي امه، فهو كان مشهور باسم امه، حتى كان بيزعل جدا ويقول: من ناداني بامه فلا يعني احله الى يوم القيامه. طب العلماء قالوا كده ليه يا شيخ عماد؟ لو مشهور بيزعل، لانه عرفوا انه يجوز ان يقال للانسان اسم لا يحبه، ولكن على جهه التعريف فقط لا على جهه التنقيص. جهه التعريف لا على جهه التنقيص. فواحد اسمه الاعور، واحد اسمه الاعمش، واحد اسمه الاعرج، كل ده على جهه ايه؟ التعريف، وليس على جهه التنقيص. لذلك سيدنا الامام السبكي الكبير وكان معه ابنه التاج السبكي، فدخل كلب في البيت فطرده. السبكي الصغير كان لسه شاب يتعلم العلم، وطرده وقال: اخرج من كلب ابن كلب. من كلب ابن كلب. فماذا قال؟ قال الامام السبكي الكبير: استغفر الله فقد اذنبت. انت اذنبت. قال: يا والدي، اوليس هو كلب ابوه كلب؟ قال: ولكنك قلتها على جهة التنقيص. قلتها على جهة الايه؟ التنقيص. ده اثبات الخلقة نفسها، ولا بتتكلم عن هو ابن ايه. نعم. فاذا يا جماعة الخير اهو العلماء يذكرون الشخص ربما بصفة لا يحبها، ولكن على جهة التعريف حتى لا يلتبس بغيره، احتياطا وامانا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. رواه عن عبد العزيز اسماعيل بن عليا وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعه. اذا موجود ولا مش موجود يا سيدنا ابن حبان؟ موجود. والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في اي موضع وقع التفرد به من السنة، على ما سنقسم اليه الغريبه المطلقه والغريبه النسبيه. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، يعني المشهور آحاد، والعزيز آحاد، والغريب آحاد، كل ده في دايرة اسمها فوق كده الآحاد. تفضل. تمام. هو قال ايه؟ بس هو كان بيتكلم على المحصور، على المحصور في الحديث، المحصور في حديث محصور ولكنه قريب جدا من الايه؟ المتواتر. وفي المحصور وهو المشهور. فعندنا هنا ابن حجر النوع الاول اللي هو ايه؟ تعالوا بس كده معانا. ايوه المشهور والايه؟ والمستفيض. على تقسيمه ان هو الاثنين يعني ايه؟ قسمين مختلفين. المشهور بحاجات برضه؟ المشهور. نعم. فين اللي هو ايه؟
جماعة؟ ذكر تقسيم الحديث باعتبار تعدد الطرق. أيوة قلنا متواتر وفرد. ما هو متواتر راح كتب واحد. بعد كده الأحاد وأول أقسام المشهور رقم اثنين. ثلاثة العزيز، أربعة الغريب. ماشي صح؟ خليها بعدين، خليها بعدين عشان نضحك. انا اطلع لك بعد ما نخلص عشان التسجيل، اطلع لك كل اللي انت بتكتب عليه. وخبر واحد في اللغه ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر، وفيها اي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطعة بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن يا جماعة خبر الواحد في اللغة، في اللغة ما رواه شخص واحد، أما في الاصطلاح هو ما لم يبلغ حد التواتر. وهنا المصنف رحمه الله تعالى قد أخر تعريف الآحاد بعد ذكر الأنواع، بعد ذكر الإيه؟ الأنواع. وكان يفترض أن يذكر أولا التعريف ثم بعد ذلك يذكر الأقسام التي تندرج تحتها، ولكن أراد الحافظ ابن حجر أن يوضح وأن يبين الحد بعد استقرار الأنواع في الذهن، حتى إذا ما ذكر التعريف اتسقت الأقسام بالإيه؟ بالاصطلاح أو بالمصطلح الذي حدده للحديث الآحاد، لأنه ربما لو ذكر التعريف أولا لانحصر الفهم في الذهن إلى الحديث الغريب فقط، ولم يتطرق الذهن إلى بقية الأقسام اللي هو المشهور ولا إلى العزيز. واضح يا جماعة؟ طيب. وبيقول إيه كمان؟ بيقول هذه الأخبار الآحاد التي مرت أمامكم اللي هي المشهور والعزيز والغريب، كل هذه الأقسام ما لها؟ فيها المقبول وفيها المردود. إذن كل الكلام الذي مضى يتعلق بثبوت الطرق أو وصول الحديث إلينا، بطرق الوصول إلينا، لا يتعلق ولا يتطرق أبداً إلى قضية إيه؟ الصدق أو الكذب أو الصحة أو الضعف أو الرد أو القبول. فيقول كل هذه الثلاثة دون الأول اللي هو المتواتر، المتواتر ده لا يتكلم فيه أحد، فهو كله مقبول، قسم كله مقبول، لا يبحث فيه عن إسناده. فكل الأحاديث التي حكم العلماء عليها بأنها متواترة مقبولة من غير بحث في إسنادها. أما الحديث المشهور ما رواه ثلاثة، أو العزيز ما رواه اثنان، أو الغريب ما رواه واحد، تخضع تحت دائرة البحث، فمنها المقبول ومنها المردود. يعني في مشهور مقبول في مشهور مردود في عزيز مقبول في عزيز مردود نعم، في غريب مقبول نعم، في حديث غريب مردود في كل ده موجود. وربما صح حديث غريب اللي هو رواه شخص واحد، ورددنا حديثا مشهورا اللي هو رواه ثلاثة. فالقضية مش بالعدد فقط، قضية بقوة وبصفة الناقل، ترجع إلى صفة الناقل، الشخص اللي ناقل اللي روى الإسناد، فلان عن فلان عن فلان ده حاله إيه. فإما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، فإن كان صادقا كان خبره صحيحا، وإن كان كاذبا أو ضعيفا أو فيه أي شيء تكلم فيه العلماء في نسبة الخبر إليه من حفظ أو غير ذلك، أو في عدالته شيء سواء في الضبط أو في العدالة، يبقى الحديث مردود.
طيب وفي نوع ثالث له طال المقبول ولا هو طال المردود. طب ده نعمل في ايه؟ نتوقف فيه حتى ترد قرينة من القرائن ترفعه إما إلى المقبول وإما قرينة تؤكد وترجح أنه مردود. واضح كده مش واضح؟ ده معنى الكلام اللي احنا قلناه. اقرا شرح عماد الحتة الثلاث حاجات دول كده هتلاقوا الكلام اتفهم تاني عشان نوقف عليهم. أول في الأول قول كده لا قول من الأول وفيها أي الآحاد. وفيها أي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور وفيها المردود. يبقى الأحاديث الآحاد اللي هي الثلاثة مشهور والعزيز الغريب فيها إيه؟ مقبول وفيها مردود. وفيها المردود وهو الذي لم يرجع صدق لم يرجح يرجح لم يرجح لم يرجح لم يرجح صدق مخبره المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن الأحوال رواتها دون الأول. يعني كل دول لابد عشان أستدل بأي حديث من أحاديث الآحاد مشهور كان أو عزيزا أو غريبا لابد أن أبحث عن الرواة حتى أستطيع أن أستدل به حتى يكون إدامي صحيحا حتى صح الحديث. طيب وهو المتواتر فقبله مقبول وقال دون الأول اللي هو إيه متواتر. يعني أنا عايز أقول يا جماعة أنا لا أتكلم عن المتواتر أتكلم الآن عن الآحاد فلأن المتواتر كله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الأحاد. ليه بقى احنا أصل المسألة إيه؟ إن المتواتر أنا خلاص مصدق بكل ما قاله لأن أو بكل رواية ثبت أنها متواترة في قطع نفسي. أما الأحاد لا ده مبني على الظن فلابد أن أتأكد هل هذا الخبر أو الناقل صادق أم أنه غير صادق؟ هل هو فعلا استطاع أن ينقل الرواية نقلا صحيحا أم أنه أخطأ فيها أو أنه ساء حفظه في نقلها؟ واضح؟ فمن أجل هذا احتاجنا إلى مسألة الإيه؟ البحث عن الرواية وعن الراوي. تفضل. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو الرواة أشخاص مقبولين وهو ثبوت صدق الناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل لأنها كذاب أو ضعيف جدا أو كذا أو لا أو لا أو لا ليه رقم ثلاثة يعني. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به والثاني الأولاني يغلب على الظن هو يغلب على الظن مش قاطع كمان عشان بيقول إنه ده خبر أحاد عشان الدنيا كلها تبقى مترتبة إن الأحاد ده شيء ظني ومش معنى ظني يعني مشكوك فيه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يتيقنونه. طيب والثاني يغلب على الظن أيضا كاذب الخبر لثبوت كاذب ناقله فيطرح خلاص ارمي. طيب والثالث إن وجد قرينة اللي هو قال عليه في الأول كلمة أولادي أو كلمة أولادي ترجع لكلمة والثالث دي إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. دي نقطة مهمة. التوقف في الرواية ثمرتها بالضبط تماما تساوي أنه مردود. أنا حديث توقفت فيه هعمل بيه؟ مش هعمل بيه. طب حديث رديته هعمل بيه؟ يبقى أنا برضو إيه؟ ثمرة أصبحت إيه؟ واحدة. المتوقف فيه مثل الحديث المردود في الثمرة بس المردود معايا دليل عليه. أما المتوقف فيه ليس معي دليل يرجح أنه مردود وليس معي دليل يرجح أنه مقبول فحصل تحير فتوقفت. صح كده يا شيخ محمد؟ نعم سيدي. لا لثبوت صفة الرد أو ما ثبتش دليل أنه مردود بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول والله أعلم. يعني عايز أقول لك إيه؟ طب ليه أنت ما أخذتش هذا الحديث؟ هو أنا يا مولانا لقيت عندي خطأ عشان تقوله؟ عشان تقول عليا أنت ما تاخدش حديثي؟ قلت له لأ بس أنا ما لقيتش حاجة تقول إن أنا توجب قبول حديثك أصلا فأنا لا هقبلك ولا هردك هتوقف في حديثك. طب يقول لي طب ما هو التوقف كده توقف في حديثك كأنك رديت. أقول له هعمل إيه؟ هو كده علماء المصطلح قالوا لازم تعمل كده. واضح؟ طيب
وإن شاء الله نتكلم بإذن الله عن مسألة العلم النظري والعلم اليقيني والفرق بينهما في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.